يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يقول كلمة ثم عاد سبحانه وتعالى إلى كذا، هل يجوز إطلاقها على الله عز وجل؟ وش مثل؟ وين جاءت فيه؟ جيب لنا الكلام اللي فيه ثم عاد. نعم، يقول كلمة ثم عاد وقد وردت في كتاب الفوائد لابن القيم، والجملة هي ثم عاد الله إلى قوله تعالى. عاد إلى قوله تعالى، أدري والله. نعم،